السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساكم بالخير وسرور المتابعين الغالين. اليوم عندنا تغطية سريعة الوكيل دايتك للحماية والعناية بالسيارات، بيعطينا نبذة مختصرة عن نشاطهم بالتفصيل. يام كيف حالك؟ الله يسلمك. شلونك؟ شو اخبارك؟ شيخ طيب. شلونهم؟ يامن ابيك تعطينا نبذة مختصرة عن نشاطكم بالضبط. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نحن شركة القيادة الفارهة، مثل ما شرفتنا قبل وجيت صورت عندنا، ترى سوينا لنا تغطيات السيارات اللي قبل الرابتر اول ما وصل عندهم الرابتر 2017. صحيح. وسيارات كثيرة. طبعا الشركة اخذت وكالة سويدية اسمها دايتك، هي منتشرة في دول الخليج الا بالسعودية، في جميع دول الخليج. الحمد لله قدرنا ناخذ الوكالة. الوكالة هي مختصة في العناية وحماية السيارات، جميع أنواع السيارات طبعا، من السيراميك للزيق العادي اللي كنا نعرفه نحن الحماية الأولى اللي كنا نركبها، للستيكر، لجميع للتضليل. إن شاء الله حندخل جوا ونشوف كل شيء. طيب بالنسبه للفروع، ايش في فروع عندكم حاليا؟ هذا الفرع الاول في المملكه العربيه السعوديه، ان شاء الله قريبا في فرع ثاني. فروع دايتك منتشره في العالم، يعني عندك في دبي، في الشارقه، في عجمان بالنسبه للامارات، عندك في الدوحه، في قطر، عندنا في البحرين كمان في فرع، في عمان في فرع، باللبنان في فرع. طيب وش يميزكم انتم عن باقي الشركات الثانيه؟ الحمد لله اللي بيميزنا الكواليتي، جودة المنتج بداية، والأهم السعر. عندنا أسعار منافسة جدا، هذا أهم شيء. أنا بالنسبة لي والمتابعين أهم شيء أن الأسعار تكون مناسبة للكل. والله نحن مجبورين في الأسعار، لأنه الأسعار موحدة في جميع الفروع من المركز الأم اللي هي في السويد. ما يعطوا الوكالة إلا ما تلتزم في الشروط هذه. أول شرط أنه يكون سعرك ثابت في جميع الفروع، اللهم فرق العملة. لذلك بتروح دبي، بتروح دوحة، بتروح وين ما رحت السعر واحد، وسواء إجا أوفر عرض حيجي على جميع الفروع. هذه أهم نقطة. نعم. هذه أهم نقطة. طيب ندخل الحين للمركز جوا، تورينا وش الأشياء اللي جالسين تسوونها بالضبط. أكيد. تفضل. يلا خلوكم معنا. Thank you. وش نبدأ فيه أول شيء؟ أول شيء راح نبدأ في اليوكن إن شاء الله. اليوكن عندنا هذا تلمه، باقي نعقمه من الداخل فقط لا غير. حلو. طيب يعني هذا ندخل السيارة عشان تلميع؟ التلميع الخارجي. التلميع خارجي وداخلي. نعم. حلو، تلميع خارجي وداخلي. طيب وش الاشياء انتم اللي تسوونها فيه بالتلميع؟ هلا نحن عندنا اول برنامج اللي هو البرنامج البرونز. أيوة. هذا اللي اكثر الاشخاص اللي يستخدموه. ايوه. حقين المعارض، الاشخاص اللي بيبيع السياره. الشخص اللي حاب ينظف سيارته فقط لا غير. حلو. بياخذ البرنامج الاول اللي هو البرونز. أيوة. هو عباره. أيوة. برونز بروجرام. أيوة. هو عباره عن تلميع البدي. حلو. كامل خارجي مع غسيل الماكينة في البخار. مع تلميع الداخلية كاملة. مع طبعا الجنط وأرضية السيارة، يعني تلميع كامل اللي هو التلميع المعتاد في السوق. بالنسبة للأسعار يامن، السيارات الكبيرة تلميع داخلي وخارجي تبدأ من كم؟ 1500. والسيارات الصغيرة 1250. نعم. تفاصيل الأسعار يا شباب، هو في عندهم تلميع خارج الحال وتلميع سعر داخل الحال، راح أحط لكم كل الأسعار بالضبط بنفس الفيديو بصورة، وتشوفون أنتم الأسعار كلها بالتفصيل بالضبط كم. طيب وش اللي قلت لي أنت في عندكم ميزة اللي هي البخار، وش النظام هذه؟ وش طريقتها هذه البخار؟ وش فكرتها بالضبط؟ أن نتعقم ولا تنظف؟ في جهاز تعقيم حوريك حاليا. هو عبارة عن تعقيم السيارة من الداخل. هو إيكونومي، يعني من مواد البيئة، غير مضر لمواد البيئة طبعا. بيعقم الفلتر تبع السيارة، بيطلع الروائح الكريهة، روائح الدخان وما شابه ذلك. بالإضافة أنه بيعطي ريحة للقماش والجلد من ريحة. حلو. طيب مفعول الروائح هذا والتنظيف هذه تجلس تطول، يعني انا مثلا سويتها اليوم تجلس الى مده كم مثلا؟ شهر؟ للامانه هي عليها تجربه تبع الجهاز التعطير. استمر يعني كالمينيموم 3 شهور.
3 شهور في الماكسيموم يعني تقريبا يعني مدة 3 شهور طبعا لأنه هي في كمية كبيرة حتنضخ في الداخل وحنشوف حاليا. طيب هذه لها سعر يعني؟ هذه سعرها 300 ريال لحالها بس. يعني اللي يطلبها هذه فوق غير اللي 300 ريال تبدأ. طيب لو تورينا اياها وشي لحظة يا من الحين هذا الجهاز حق التعقيم خلوا لكم هذا الجهاز بنشغله لكم الحين عشان تشوفون وش سالفته بالضبط. وهذه وش هذه المواد اللي تستخدمونها فيه؟ هذه المواد اللي نستخدمها نعم. طبعا هي كلها منتجات اللي عندكم وصناعتها سويدية سويدي اصلي يعني. طيب وش تبغون نشغله الحين تشغلوه ولا يلا لازم تشغل السيارة الحين. صحيح نشغل السيارة ونحط المكيف على أقل درجة. أيوة. ونخلي التكييف داخل يعني ما يجيب هواء من الخارج. نخلي التكييف اللي هو الداخل السيارة. الفلتر الداخل. يلا. طبعًا السيارة تكون مسكرة ها؟ طبعًا أكيد لازم نسكرها. طيب سكر السيارة عشان نشوف جوا شلون. خلاص هي بس نبي نخليها تجلس ساعتين بالضبط. نعم حلو ويبقى التعقيم تعقيم داخل السيارة. وطيب في ريحة معينة لا ريحة بيسك أساسي ما في روائح ما في روائح. طيب ما أقدر أحط روائح مثلا في جهاز ثاني مختص بالتعقيم ولكن غير هذا يعني غير طبعا غير خاصة هذا مختص تعقيم مخصوصي للأكثر الأشخاص اللي كانوا يجوا عندنا اللي حقين الربو يعني من الربو والبلاوس اللي حصلنا لحد الكبار اللي في المكيف. حلو هذه نفس اليوكن برنامج البرونز التلميع العادي اللي هو اللي هو التلميع الداخلي والخارجي الماكينة جنط أرض السيارة بالإضافة للداخلية كاملة مع المحرك. هذا كل الباكج 1250 هذا تلميع الداخل. هذا المرسيدس اللي قبل شوي صورناه ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله. بالنسبة شوفوا مراتب الجلد يا شباب بحط لكم مقطع مصورينه من قبل الشباب وبحط لكم عشان تشوفون قبل وبعد. طبعا بالإضافة في مواد للزبائن يستطيع أن يشتريها هو بتشد الجلد أكثر استخدام شخصي يعني كل غسيل يرش رشة على الجلد ويمسح أو يخلي اللي يغسل السيارة يستخدمها هذا حيخليه يشد الجلد. طيب هذه يشتريها من عندكم ولا موجود عندنا المنتجات وأسعارها كيف؟ لا الأسعار إن شاء الله طيبة مناسبة يعني. ما شاء الله تبارك الله الله يبارك الراعي. هذا 6 أزرار هذا إديشن ها؟ هذا إديشن ماني هاي عليها طبعا عليها تضليل وعليها برونز بس بالأول منظللها بعدين منلمحها يعني هذا يبغى تلميع ويبغى تضليل. نعم. طيب باكج التضليلات كم عندكم من كم يبدأ وش الأنواع؟ عندي نوعين عندي أول نوع أمريكي حلو هذا قيمته للسيارات الصغيرة والوسط سيدان 950 أيوة وللسيارات الكبيرة قيمته 1050 1050 نعم حلو. طيب هذا أمريكي هذا أي وش الميزة اللي فيه؟ الميزة اللي فيه يعني هو منتشر في السوق نفس الكواليتي حق السوق. في عازل في عندكم درجات عازل حرارة؟ هو يعزل 30% 30% هذا الامريكي. طيب وش الشيء الثاني؟ عندي نوعين الماني LDCM ايوه وعندي LDCR حلو. ال LDCM هذا قيمته للسيارات الصغيرة 1500 والسيارات الكبيرة 1080 وش اللي يتميز وش يفرق عنها؟ يتميز في نسبة العزل العالية. كم تصير نسبة العزل؟ توصل في 60% في الحرارة. حلو. طيب يجي منه درجات تضليل؟ يجي أغمق شيء 0.1 ما يجي غوامق. الألماني حصرا ما يجي غوامق. بينما الأمريكي يوصل لل 0.3 اللي هو الكاتم. حلو. طيب أمريكي وألماني في غيرهم شيء؟ لا. يا من الحين خلصنا من الرنج هذا. الجوست وش تسوون فيه؟ الجوست هذا اخذ باكج السيلفر بروجرام. سيلفر بروجرام اللي هو السيراميك بيجي اعلى من البرونز. نفس البرونز بس بنحط عليه حمايه السيراميك. حلو. نعم. كامل على البدي. نعم. كم هذا السيلفر بروجرام عندنا يبدا من 4000
أيوة. شامل التلميع الداخلي والخارجي والجنط. أيوة. للسيارات الصغيرة والوسط، و 4500 للسيارات الجيوب الكبيرة. يعني السيارات الصغيرة والوسط 4000 ريال؟ ايه 4000 ريال. والأكبر الجيوب؟ 4500. فرق 500 ريال؟ بس فقط. السيراميك وإيش؟ طبعا السيراميك بيجي على البدي وعلى القزاز وعلى الجنط وعلى الداخلية سواء كانت قماش أو جلد. أيوة. وعلى الماكينة كاملة. كل هذه سوينا؟ كل هذا نسوي باكج كامل قيمته 4000. طبعا بالإضافة أنه في البداية المراحل حقته غسيل، بعدين تلميع اللي هو البرونز زي المرسيدس والهي، بعدين نركب، يعني نركب بس نخلص البرونز، يجي بعدين السيلفر اللي هو اللي يميزه عن البرونز انه في سيراميك فقط لا غير. حلو. طيب وعليه ضمان ولا؟ هذا عليه ضمان 3 سنوات. حلو. والأجهزة هذه وش اللي فوقها؟ هذا سخان هيتر. يسخن عشان ينشف السيراميك بأسرع وقت. هو نحن ممكن ننتظر ساعتين، ولكن مع الهيتر ننتظر ساعة عبين ما نركب الوجه الثاني. الحين ركبنا وجه واحد، هنركب 4 وجوه كمان. حلو. باقي شيء ولا خلاص؟ تفضل إذا تحب تشوف تقرب الزوم تشوف اللمعة. طيب تصير فيه اللمعة، يعني تصير واضح اللمعة. طبعاً اللمعة أكيد حتكون على. ودي انا اشوف قبل وبعد، ولا هذه بوست نزل نشوفها بالانستغرام نزلهم لهم ولا في سيارات شغالوا جزء منها وجزء بعد لسه ما اشتغل حوالي. حلو حلو، عشان ابغى اشوف اللي قبل وبعد عشان توضح لنا قبل. حلو. باقي شيء؟ هذا تظليل، هذا تركيب تظليل. ها حلو. طيب الحين نغطي البيبان كامل عشان لا ينزل مويه لا يدخل اي شيء سواء في الانجن في الكهرباء عشان لا يتضرب اي شيء. اي هذه النقطة مهمة صراحة، لان المويه بعض الاحيان يحوس الشيء. اكيد نعم صحيح. طيب يجي الحين القسم الثاني. نعم صحيح. القسم هذا حق الغسيل والتلميع، هنا غسل السيارة كاملة. هذا خلص تلميعه حينتقل للجزء الثاني عشان نركب عليه سيراميك. اللي هو السيراميك السيلفر؟ لا، حياخذ اعلى السلفر. اعلى درجة اللي هو الالترا دايموند. هذا قيمته 6000 للسيارة الصغيرة و6500 للكبير، عليه ضمان 12 سنة. اسمه الترا سيراميك. هذا اعلى شيء عندك؟ هذا اعلى شيء عندنا. طيب وش اللي يميزه هذا عن هذا؟ اللي يميزه الضمان. الضمان 12 سنة. طبعا نحن كيف نعطي الضمان؟ نسبة على تركيز السيراميك، كل ما كان تركيز السيراميك اعلى في المواد يكون مدة الضمان اعلى. يعني الحين عندك السيلفر تركيز السيراميك فيه 20%، بينما الالترا تركيز السيراميك فيه 60%. هذا لا يفرق اللمعة، لا اللمعة واحدة والجودة واحدة، ولكن يفرق مدة الضمان، لأنه مدة بقاء المنتج على البدي. كل ما كان تركيز السيراميك أعلى كل ما كان مدة البقاء أعلى. وبالنسبة للمصانع جميعا للسيراميك أعلى شيء توصلوا له 60% اللي هو الالترا. وهذا سعره ب6000. هذا سعره 6000 للسيارات السيدان الاربع ابواب والباب واحد، وللسيارات الاس يو في اللي هي الميني جيب، السيارات الجيب الصغير والجيب الكبير قيمته 6500. طبعا شامل كل شيء، بدي قزاز جنط والداخليه سواء كانت جلد او قماش. والضمان 12 سنه. والضمان 12 سنه نعم صح. طيب وش بعد تورينا يا من؟ السيارة هذه خالصة، باقي بس انه نركب عليها سيراميك. هذا اللي ذكرناه. حلو. الحين في السيارة هذه انتم حاطين، شوف فيه ستيكر بالنص. هذا قبل وهذا بعد. ها طبعا هذا حتى الحين ما انتهى، ولكن هو بدأ من هنا وحيرجع للنقطة هذه. بس حتى نوضح لك شوي الفرق اللي حاصل بين الجهتين. طبعا هنا اكيد حيفرق اللون شوي، حيرجع للون الوكالة. ايه اللون الوكاله. طبعا هذا التلميع العادي. هذا التلميع العادي الحين مو سيراميك. التلميع العادي. لا لا ما في. طيب لحظه، انا الحين انا ما ادري واضح عندكم متابعيني ولا لا، انا اشوف في تموجات. تذكرون اللي صرت مغسل سياره جت فتره في زي التموجات والخطوط، شوفوا ما ادري واضح لكم ولا لا، اشوفها واضحه. وهنا بعد راحت كل التموجات، يعني المخوش والتموجات اللي موجوده على اليسار هنا مو موجودة. حتى فيك تشوف الملمس هون. ايه شوف الملمس هنا ناعم. طبعا لسه هذا في وجهين بولش حيتعطل السيارة. ايه فرق الملمس صراحة. حلو. طيب هذا بيسوي بس تلميح. ها
هذا لا عنده سيراميك بس حاليا نحن بدأنا تلميع معالجة انه نطلع السكراتش، لازم نطلع السكراتش الخطوط ونطلع الأتربة اللي كانت على البدي، يعني كل شيء يعني قبل تحطون السيراميك لازم نرجع البدي تضبطونه كله. حلو 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 حلو. هذا الحين هي طريقة التلميع. الحين قاعدين نلمع السيارة. طبعا نحن ماكيناتها كلها روبس بريطانية، ما بنعتمد اي شركه ثانيه لانه الوكاله هي معتمده من هاي الوكاله حق الماكينات جميعها. الحين قاعد كمان عندنا هاي السياره السيراميك، في البدايه حيلمع وبعدين حنركب السيراميك على باقه، بس هذه في واضح في تشوف الفرق بين قبل وبعد. ورني شوف شوف هذا ما خلص هذا خلص، شوف الفرق اللي تحت اللي تحت ما اشتغله للحين. هذا شوف قدام هيك لين هيك حتى هذا ما خالص، بس حوريك يعني الفرق. قلت لي يا من الاجهزه عندكم في شيء وش صناعتها اللي اكثر اجهزه تستخدمها؟ وكاله روبس، كله روبس. وكاله بريطانيه كامله يعني حتى ماكينات السنفره، عندنا سنفره عندنا البولش كامل كله روبس من وكالة روبس، يعني هي اللي معمدة من الوكالة. ولا في شيء صناعة ثانية شركة ثانية؟ لا بس بريطانية. إيه. حلو. طيب هنا في ممكن تشوف الفرق اللي هو اللي حصل من خلال التلميع بس بين اللي فوق واللي تحت، هذا لسه ما اشتغلنا. هذا ما اشتغلته؟ لا لسه طبعا، شوف واضح لسه في حق السفر. إيه باهت 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 اللون هنا طبعا رجع شوي. إيه واضح واضح هنا بالصورة من هنا واضح. اللي تحت باهت واللي فوق لا. صح. حلو. طيب وش باقي بعد؟ وش فيه هذا الرنج؟ هذا وش فيه؟ هذا نفس الشيء كله سيراميك. كله سيراميك؟ كله سيراميك. ما شاء الله تبارك الله. وهذا الحين غسيل الماكينة ولا؟ هاي غسيل الماكينة بالبخار قبل التلميع. هذه أول مرحلة تصير للسيارة. أول مرحلة، أول نعم. ما تدخل السيارة تسوون فيها كذا. كل سيارة لهنا. يلا يا أحمد. فيه. هنا عندنا طبعا نركب الليذر بروتكشن، هو حمايه الجلد، حمايه الجلد كامله. كيف حيركبوه كامله؟ طبعا حمايه للجلد عشان ما يتوسخ، عشان ما يتوسخ ما يتشقق مع الحراره اللي بتصير هنا، عشان ما يحافظ على لون الجلد كمان من الجهتين. طيب واللي عنده مراتب جلد وسخه طبعا تتنظف بالبدايه، لازم يتنظف، ما في شيء ما يتنظف. حلو. وتضبطونه ترجع زي الوكاله ولا لا؟ طبعا او على حسب وضعه. الجلد مشقق؟ لا مو مشقق، مو مشقق، موضوع ثاني. لا لا هو الحين المشكله الهلوز والبيج هذا دايم يتوسخ على طول. أي. الوساخه هذه تروح طبعا اكيد مره اكيد طبعا. وتحطون فيها عليها حمايه بعد؟ اكيد نحط عليها حمايه مشان نصفي الوسخ يطلع في سهوله. نصفي الوسخ بيطلع بسهوله يعني، بس ان الحمايه ما راح تحمي 100% الوسخ. لا حتحمي اكيد، حتحمي. حتى حتعزل لك اياه من المويه الساخنه والمويه البارده. لو انكب عندك كوب قهوه ما حيمتص. ما حينزل لتحت. حتحفظ لك اياه من هذا الشيء. طبعا احنا كل موادنا دايتك. جميع المواد اللي هي الوكاله نفسها. وهذا الحين هذا يسمى تلميع الداخلي. هذا يسمى هذا لا هذا اسمه حمايه داخليه بس. حمايه داخليه طبعا. كم هذا؟ نحتاج تنظيف فقط. كم حمايه داخليه سياره صغيره؟ الحمايه السعر واحد 600 ريال. 600 سياره كامله. اي سياره ولا؟ اي سياره. كبيره ولا صغيره؟ كبيره او صغيره. مراتب جلد طبعا. جلد او قماش. ما شاء الله ما شاء الله. يعني حتى القماش نرشه رش كامل. طيب كم بالعاده تجلس السياره عندكم؟ بالنسبه للحمايه الداخليه يوم واحد فقط. ويحتاج حجز ولا بدون؟ طبعا اكيد. لازم. انا صراحه بدون يعني مجامله، انا لفت انتباهي الاسعار عندكم مناسبه يعني. الحمد لله والله نحن مجبور نحن يعني للامانه شفنا انه في تفاوت في الاسعار بيننا وبين بعض الوكالات الموجوده، لكن نحن مجبورين في الاسعار من الشركه الام نفسها. حلو حلو. طيب الحين وش بتورينا يا من؟ الحين الشباب طبعا نحن وقفنا الشغل عشان يكون الصوت صافي، وقفنا صوت الماكينات جميعا. ولا لو ما وقف هو شوي كان ازعاج. عندكم الحين السيراميك ثلاث باكجات، اللي هو هذا بسعره كم؟ هذا 4000 ريال. حلو. وهذا 5000 ريال، ضمان 6 سنوات. هذا 6 سنوات نعم.
وهذا؟ هذا 12 سنة و 6000 ريال. ثلاث باكيجات. نعم. حلو. هذه درجات التظليل واضح لكم يا شباب صح؟ إيه؟ نعم. هذه وش اللي على الجهة اليسار؟ هذا على اليسار الأمريكي، الفيلم الأمريكي اللي تكلمنا عليه. يجي منه 6 درجات. حلو. 6 درجات. هذا بكم سعره؟ هذا ب 950. يبدأ ها؟ يبدأ 950 وينتهي 1050. أمريكي هذا. سيارة كاملة طبعا. نعم. والسيارة كبيرة الجيب والجمس 1050 العزل 30%. حلو. هذا الامريكي يبدا ب 900. نعم. 900 ريال 950. 950. ايه. والسيارة الكبيرة 1050 يعني 100 ريال فرق. حلو. طيب وعندنا هذا، عندنا النوعين الالماني، هذا اول نوع وهذا ثاني نوع. اول نوع يجي منه 4 درجات فيه عكسه اول نوع، والثاني ما فيه، ما يعكس، الاول يعكس شويه. طبعا النوع الاولاني اللي فوق اللي فيه عكسه قيمته للسيارات الصغيره 1500 وللسيارات الكبيره 1800، ولكن عزله 60%. حلو. 60%. 60% في الشمس. والحين التظليل اللي تحت يعتبر هو رقم واحد بالالما بالفئه هذه. نعم. حلو. رقم واحد عالميا. ايه تقريبا. قيمته 6000 للسيارات الصغيره و3500 للسيارات الكبيره. واللي فوقه كمان عزله ممتاز جدا، وعليه ضمان كمان رائع، عليه ضمان 5 سنوات، قيمته للسيارات الصغيره 1500 وللسيارات الكبيره 1800 ريال. حلو. والامريكي اللي قبل شوي شرحناه كم الضمان؟ ضمان 3 سنوات. وهذا كم ضمانه؟ اللي فوق 5 واللي تحت عليه ضمان 10 سنوات. يعني اللي فوق 5 واللي تحت 10 سنوات. نعم. والعزل كلهم 60 ولا 60؟ نعم. بس لكن اللهم هذا في فوق الأشعة فوق الحمراء اللي تكلمنا عنها قبل شوية. هذه منتجات شخصية للعميل ما بعد السيراميك حتى يحافظ عليه لأطول مدة. حسب الضمان اللي احنا عاطينه. يعني هذه يستخدمها اذا هو غسل السيارة ولا شيء يصير؟ ايه طبعا، هو اللي بيحتاجه حياخذه طبعا، من شامبو لتنظيف قزاز، تنظيف الجلد، تنظيف الداخلي، لاست تاتش الاخير حق المسح الوجه الاخير. طيب اذا واحد بالاضافة للفوط، في عندنا الفوطة الزرقاء اللي هي الفوطة الداخلية، والفوطة الحمراء اللي هي الفوطة الخارجية. طيب وتشوفون السعر كيف يصير لو خاصم مثلا اذا هو بياخذ من عندك، اذا سوى عندك تلميع؟ ايه طبعا اكيد. وسيراميك. وكل هذه منتجات صناعتها ايش؟ دايتك، كل هالوكالة دايتك اللي هي سويدية ها؟ نعم. الحين ما شاء الله كل سيارة تخلص تغطونها زي كذا ها؟ نعم صحيح. سواء كانت بالداخل او بالخارج. صراحة شغل مرتب. وسلامتكم، ارقامهم وحساباتهم واللوكيشن راح احطها لكم تحت بالوصف. في امان الله وبحفظ الكريم.